محمد صلاح أسعى لأن أكون هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي قريبا. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد. لكن في البداية زي ما عودتكم وعودتوني ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله. ولو مش مشترك في القناة ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. يأمل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول أن يكون الهداف التاريخي للريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ونجح محمد صلاح في كتابة اسمه من حروف من ذهب في البريمليج منذ انتقاله إلى ليفربول قادما من روما في صيف 2017. وتمكن محمد صلاح منذ ذلك الحين من تسجيل 119 هدفا بقميص ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي. ويعد روبي فاولر هو هداف ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 128 هدف، ويليه ستيفن جراد ب 120 هدف. وعندما سئله عما إذا كان يتطلع إلى أن يصبح أفضل هداف لفريق ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي قال محمد صلاح هذا مؤكد، الأمر واضح في ذهني. وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس العالمية سأفعل ذلك وآمل أن أقوم بذلك قريبا. كنت أعرف إنه إذا لم أجدد عقدي سأتمكن من تحطيم هذا الرقم في الموسم الحالي. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.